السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وعملا صالحا ما تقبل السمع. أحسن الله عليكم. قبل ان نسأل ليلة في المساء درس المغرب عند الشيخ عبد الله والعشاء عندما في درس الليلة إن شاء الله. سام ما في درس للمغرب ولا العشاء؟ ها المغرب عند الشيخ عبد الله مع الليل العشاء. نعم حسنا لي. سام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق، وأنها تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة صفات الكمال لله تعالى. فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية غيره، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمآل، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل كمال، وأنه الحي كامل الحياة، فمن كمال حياته أنه السميع البصير القدير المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه. فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتية، والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بها فأوجدها وأبقاها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم جاء هذا أنه وقيل اسم الله العظم هو الله، وقيل اسم الله العظم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله باسمه العظم الذي إذا دعي به أجاب. وقيل إن 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 أسماء الله كلها عظيمة، وبهذا يتبين أن أهل البدع والعياذ بالله حينما نفوا الصفات سلب الله من صفات الكمال. الله تعالى له صفات الكمال، الحي فيه صفات الذاتية كلها، والقيوم يتضمن إثبات صفات الأفعال كلها، وبهذا يكون الرب سبحانه كاملا بذاته وصفاته وأفعاله. وأهل البدع والعياذ بالله سلب الله الكمال والعياذ بالله ووصفه بالنقائص، نسأل الله السلامة والعافية. نعم لكن أحسن الله عليكم، هنا الشيخ أضاف الله لا إله إلا هو، جعلها كلها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله لا إله إلا هو الله لا إله. فإن هذين الاسمين الكريمين، نعم قال فإن هذين الاسمين الكريمين يدخل فيهما جميع الكمال. نعم ذكر الآية الحي القيوم الله لا إله إلا هو، لأن الحديث الذي استدلوا به اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. معنى توجه الحي القيوم. نعم. الله لا إله إلا هو في أول سورة آل عمران وفي آية الكرسي.
البقرة وآل عمران فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن طه الحي القيوم فقط، مع أن بعضهم ضعف الحديث أحسن. قال بعضهم أسماء الله كلها عظيمة. نعم أحسن الله إليك. عدد، نعم عدد من الأسماء. الله يسمك بأن يشهدونك أن الله لا إله إلا أنت لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وذكروا في الأقوال أحسن الله إليكم أن بعضهم قال أن اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو. وذكروا أن اسم الله الله الذي هو أعرف المعارف هو اسم الله الأعظم. وعلى كل حال يدعو المسلم إلى أن يدعو الله بأسمائه كلها. نعم. في بعضها الله من سبينا لك الحمد المنان، في بعضها لا إله إلا أنك بين لك الحمد المنان وبديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نعم. أحسن الله إليكم. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأنهما عيسى الحي القيوم الحي الذي يقول المتضمن لصفات الكمال صفات الصفات الذاتية. نعم. فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتية، والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بها فأوجدها وأبقاها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. نعم. فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإن هذين الاسمين الكريمين يدخل فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأنهما إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، وينزه عنهما ذو العظمة والكبرياء والجلال. وأخبر أنه مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض، فكلهم عبيده ومماليكه، لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم، فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف التام النافذ والسلطان والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك، لا يقدمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله، ولا يرضى إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما جاء في حديث أبي هريرة أنه سلم قال يا صلى من أسعد الناس بشفاعتك، قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك لما عرفت من عرسك في الحديث، أو كما قال أسأل الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، في اشتراط الإخلاص، لا بد من الإخلاص، قيدت هذه الكلمة كلمة التوحيد بالإخلاص، وبعضها صدقا من قلبه وبعضها من قال لا إله مخلصا. نعم أحسن الله عليكم. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما هذا، يعني أهل الشرك لا ينطبق عليهم الحديث، لأنهم لم يقولوا عن الإخلاص، وكذلك أهل النفاق. نعم. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها،
وأنه لا تخفى عليه خافية. يعلم ما بين أيديهم الأمور المستقبلة وما خلفهم الماضية. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأنت الله مثل الآية جميع الأمور، إن الله يعلم كل شيء. نعم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله ولا معلوماته إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا بالنسبة إلى علم الباري. تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته، كما قال أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي قصة الخضر مع موسى لما رأى عصفورا في أحرف السفينة ينقر في منقاره من الماء، قال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الخلائق إلا كما ينقص هذا العصفور من البحر أو كما أوك. وهذا يعني مثال تقريبي، وإلا يعني مثال التقريب، وإلا فعل المخلوق لا يساوي شيئا، لأن المخلوق منتهي، والله تعالى يعلم كل شيء. نعم. أحسن عليك. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما بما فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته، ومع ذلك فلا يؤوده أن يثقله حفظهما، لكمال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكمته في أحكامه. يعني قول ثم أعلمه. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما بما فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته، ومع ذلك فلا يؤوده أن يثقله حفظهما، لكمال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكمته في أحكامه. سبحان الله. وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، فهو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته الذي له كل صفة كمال، ومن تلك الصفات أكملها ومنتهاها، وهو العلي الذي قهر جميع المخلوقات، ودانت له كل الموجودات، وخضعت له الصعاب، وذلت له الرقاب. العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. العلي بأنواع العلو الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، كما قال ابن القيم: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. وأهل البدع أثبتوا علو القدر وعلو الصفات، ونفوا علو الذات، والعياذ بالله. قالوا إن الآية المقصود بها علو القدر، علو الصفات، وعلو القهر، وأما علو الذات فأنكروا. والجهمية طائفتان: الطائفة الأولى لما نفوا العلو قالوا إنه في كل مكان، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، حتى قالوا انه في بطون السباع واجواف الطيور. ثم الطائفه المتاخره اشد واول في نفي، فقالوا ان فسلبوا عن رب النقيضين. لما قال الطائفه الاولى في كل مكان، قال الطائفه الثانيه: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا فصل، سلب النقيضين. فوصفه بوصف الممتنع المستحيل، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زلل القلوب. وهذه الطائفة أشد كفرا من الطائفة الأولى، إن الطائفة الأولى أثبتوا وهؤلاء نفوا، وإن كان إثباتهم باطلا، إثبات الأولى إثبات باطل، لكنهم أخف كفر. كما أن الحلولية
أخف كفر من الاتحادية. فالحلية قالوا باثنين، أحدهم أحل في الآخر كالماء أحل في الكوز، وهذا كفر وضلال، لكن أشد من كفر الاتحادية الذي قالوا لا ثنائية ولا تعدد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا والعياذ بالله كيف وصلت الحال بهم إلى هذا الكلام الشنيع الذي تصوره من أبطل الباطل. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أحسن الله عليك. العظيم الجامع لجميع قبله وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، فهو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته الذي له كل صفة كمال، ومن تلك الصفات أكملها ومنتهاها، وهو العلي الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له كل الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. هذه الثلاثة. نعم. العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، ويعرفه العارفون أن عظمة كل موجود وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. سبحان الله. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان. وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه الأوصاف في عدة آيات من كتابه. سبحانه وتعالى. أحسن الله. أعظم آية في القرآن، كما أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، فآية الكرسي أعظم آية في القرآن، كما أن آية الدين أطول آية في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى ما بين أيديهم وما خلفهم، بعض المفسرين عكس، جعل ما بين أيديهم الأمور الماضية وما خلفهم الأمور المستقبلة. ابن الجوزي ذكر فيها ثلاثة أقوال. أحسن الله. قال: وفي المراد بما بين أيديهم وما خلفهم ثلاثة أقوال، أحدها أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة، والذي خلفهم أمر الدنيا، روي عن ابن عباس وقتادة. والثاني أن الذي بين أيديهم الدنيا والذي خلفهم الآخرة، قاله السدي عن أشياخه ومجاهد وابن جريج والحكم بن عتيبة. والثالث ما بين أيديهم ما قبل خلقهم، وما خلفهم ما بعد خلقهم، قاله مقاتل. ماذا أحسن عليكم مثل قولها يذرون وراءهم يوما ثقيلا؟ من الأضداد تأتي، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيلة غصبا، حسب السياق. إنها من الأضداد، قد يراد بها الأمام وقد يراد بها الخلف. أحسن الله عليكم. جاء في اللفظ الوراء، ما جاء الخلف. ها؟ ما جاء الخلف وما خلفهم. كان وراءهم ملك، كان الملك اختارها. الأمور الماضية قال. نعم. قال من الأمور الماضية. وما خلفهم. قال المجازي. أحسن الله عليكم. قال: وفي المراد بما بين أيديهم وما خلفهم ثلاثة أقوال، أحدها أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة، والذي خلفهم أمر الدنيا، روي عن ابن عباس وقتادة. والثاني أن الذي بين أيديهم الدنيا والذي خلفهم الآخرة، قاله السدي عن أشياخه ومجاهد وابن جريج والحكم بن عتيبة. كان الأول هو المشهور وأشهر، أن الوراء والخلف بين أيديهم، بين أيديهم ما يكون في المستقبل، والخلف يكون في الماضي. نعم. قال: والثالث ما بين أيديهم ما قبل خلقهم، وما خلفهم ما بعد خلقهم، قاله مقاتل. في كلام آخر لابن الجوزي أيضا في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، قال: وما خلفهم هو الوراء، والخلف هو الوراء والخلف، والأصل معرفة هذا بالذوات، وقد يذكر في غير ذلك على سبيل الاستعارة،
وذكر أهل التفسير أنه في القرآن على أربعة أوجه، أحدها كونه على حقيقته المعروفة في الذوات، ومنه قوله تعالى في سبأ: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، وفي ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، والثاني: ما بين أيديهم ما قبل خلقهم، وما خلفهم ما بعد خلقهم، ومنه قوله تعالى في البقرة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والثالث: ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا، ومنه قوله تعالى في الأعراف: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، فأتيانه إياهم من قبل الدنيا بتزيين المعاصي، ومن قبل الآخرة يقول لهم إنكم لا تبعثون. ومثله في مريم: له ما بين أيدينا وما خلفنا. وفي حاميم السجدة: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. والرابع: القبل والبعد في الدنيا، ومنه قوله الرابع والرابع القبل والبعد في الدنيا، ومنه قوله تعالى في الأحقاف: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. وفي حميم السجدة: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. وفيها: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لم يكذبه قبله كتاب، ولا يجيء بعده كتاب يكذبه. الله تعالى، وهذه الأقوال كلها داخل في علم الله. الله تعالى يعلم الآخرة ويعلم الدنيا ويعلم الأمور الماضية ويعلم الأمور المستقبلة ويعلم ما قبل خلقهم وما بعد خلقهم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، علمه محيط بكل شيء. ألا إنه بكل شيء محيط. نعم. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: شهد سمع. أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال رحمه الله: هذه أجل الشهادات على الإطلاق، فإنها صدرت من الملك العظيم ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء، فإن الدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبادة، والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلال، وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق، الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. سبحان الله. وأما القسط فهو العدل الكامل، والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه، فإن العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط. فإن العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط، لا ظلم فيه بوجه من الوجوه، بل هو في غاية الإحكام والانتظام، وفي غاية الحكمة والجزاء على الأعمال، كله دائر بين فضل الله وإحسانه على الموحدين المؤمنين به، وبين عدله في عقوبة الكافرين والعاصين، فإنه لم يهضمهم شيئا من حسناتهم، ولم يعذبهم بغير ما كسبوا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أعظم الحقائق وأوضحها. وقد شهد الله
له بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه، ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل العلم العارفين بهذه الشهادة، فإنهم ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل العلم العارفين بهذه الشهادة فإنهم المرجع للعباد في تحقيق كل حق وإبطال كل باطل، لما خصهم الله به من العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة الراسخة. ولهذا قرر شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته في هذا الأمر الذي هو أجل ما شهد به، وهي الشهادة الأثنى والوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم صلى الله عليك. وهذا من جملة فضائل العلم وأهله. نعم. فإن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده، يبلغونه توحيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة، وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة، ولهذا لهم الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة. لما ذكر تعالى اختصام الخلق واختلافهم ذكر القول الفصل في ذلك الصادر من أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. لما ذكر الله تعالى اختصام الخلق واختلافهم ذكر القول الفصل في ذلك. أحسن عليك. وهذا من جملة فضائل العلم وأهله. فإن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده، يبلغونهم توحيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة، وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة. كما جاء في الحديث أن العلم في هذه الأمة بمثابة الأنبياء في الأمم السابقة، فإن إسرائيل من الأنبياء كثر، وهذه الأمة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين، وبعده عليه الصلاة والسلام العلماء يبلغون عن الله شرعه ودينه بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل ومن سبقهم. نعم صلى الله عليك. وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة، ولهذا لهم الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة. لما ذكر تعالى اختصام الخلق واختلافهم ذكر القول الفصل في ذلك الصادر من أهل العلم، قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم، فإن الله استشهد بهم على عباده وذلك تعديل منه لهم. الله أكبر. وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم، فإن الله استشهد بهم على عباده وذلك تعديل منه لهم. وفي هذا من الشرف وعلو المكانة ما لا يخفى. يدل على ايش؟ يعني المسألة فيها خلاف، يعني في تفضيل الملائكة والأنبياء وصالح البشر فيها خلاف، ولكن المحقق من شيخ الإسلام سميع رحمه الله بين أن
أن الملائكة في البداية أفضل، لأنهم الآن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، أما في الآخرة بعد تنقية المؤمنين وتطهيرهم ودخولهم الجنة يكون أفضل في النهاية. وقال إن هذه المسألة كنت أظنها بدعة الكلام، فتبين أنها أثرية سلفية صحابية. نعم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال ثالث مشهورة، قول ينسب يعني السنة، وقول أيضا ثاني قول بتبطيل الملائكة ينسب أيضا لبعض السنة والبدع، وقول بالتوقف. نعم. قال نعم. تعالى: نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ابن أبي العز من شارح الطحاوية ذكر أنها من بدع الفاظ وبدع الكلام، وأنه لا ينبغي لولا أن بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة يقول لما تكلمت على هذه المسألة ولما حركت بذلك قلما، ذكر الخلاف فيها. لكن الشيخ الإسلام رحمه ذكر أن لها أثر، أنها مأثورة عن الصحابة والتابعين. نعم. قال رحمه الله: نعم، العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه. العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه، ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان. العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه. ولا لابد أن يعلم القلب ويعرف الإيمان بالله، لابد من العلم القلب ومعرفته وإقراره وتصديقه والتزامه. نعم. العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه، ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. مثلا العلم بأنه لا إله إلا الله لا بد من معرفة القلب واعتقاده وتصديقه بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، ثم يلتزم ذلك ويعمل فلا يعبد إلا الله عز وجل ولا يقع في عمله الشرك. كذلك العلم بوجوب الصلاة، العلم بوجوب الزكاة، العلم بوجوب الحج، العلم ببر الوالدين، العلم بصلة الأرحام. لا بد من العلم والمعرفة والتصديق يعني، ثم الالتزام. العلم نعم. العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه، ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان. والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه من تمام التأله لله فوق كل ضرورة. والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها، والطريق إلى العلم أو الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو على وجه الإجمال والعموم أمور. أحدها العلم
والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى ما والضرورة إلى هذا العلم من أول. والعلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه. المعرفة والإقرار والتصديق والمعرفة يعني متقاربان. التصديق لا بد أن يكون معه حركة القلب وإلا صار هو المعرفة. نعم هو الإقرار. نعم الإقرار والتصديق. نعم. العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه، ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان. والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه من تمام التأله لله فوق كل ضرورة. والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو على وجه الإجمال والعموم أمور. والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو على وجه الإجمال والعموم أمور. أحدها وهو أعظمها وأوضحها وأقواها تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإن معرفتها توجب العلم بأنه لا يستحق الألوهية سواه، وتوجب بذل الجهد في التأله والتعبد لله الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الثاني العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فبذلك يعلم أنه المنفرد بالألوهية. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به محبة وإنابة والتأله له وحده لا شريك له. الرابع ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر لرسله وأتباعهم، ومن النعم العاجلة المشاهدة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا برهان على أنه وحده المستحق للألوهية. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها فقيرة إلى الله من كل وجه، ناقصة من كل وجه، لا تملك لنفسها ولا لمن عبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعلم بذلك يعلم به بطلان إلهيتها، وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل، وأن الله هو الإله الحق المبين. السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. السابع اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين على ذلك وشهادتهم به، وهم خواص الخلق وأكملهم أخلاقا وعقولا وعلما ويقينا. الثامن ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وأوضحها، كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
حتى يتبين له أنه الحق. هذا منها من هذه الآية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق. الثامن ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وأوضحها، وتنادي عليه بلسان المقال ولسان الحال، بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. سبحانه لا إله إلا الله. التاسع ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة والخير الكثير وجلب المنافع كلها ودفع المضار. ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة والخير الكثير وجلب المنافع كلها ودفع المضار، ومن الإحسان المتنوع، وذلك يدل أكبر دلالة أنه الله الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن شريعته التي نزلت على ألسنة رسله شاهدة بذلك. فهذه الطرق التي لا تحصى أنواعها وأفرادها قد أبداها الله في كتابه وأعادها ونبه بها العباد على هذا المطلوب الذي هو أعظم المطالب وأجل الغايات. فمن سلك طريقا من هذه الطرق أفضت به إلى العلم واليقين بأنه لا إله إلا هو، وكلما ازداد العبد سلوكا لهذه الطرق ورغبة فيها ومعرفة ازداد يقينه ورسخ إيمانه، وكان الإيمان في قلبه أرسخ من الجبال وأحلى من كل لذيذ وأنفس من كل نفيس. الله أكبر. نصرك الله. نعم. والطريق الأعظم الجامع لذلك كله تدبر القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم والتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل من غيره. كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. وقوله واستغفر لذنبك أي اطلب من ربك المغفرة لذنبك بأن تفعل الأسباب التي تحصل بها المغفرة من الدعاء بالمغفرة والتوبة النصوح وفعل الحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الخلق والإحسان إليهم، ومن ذلك الاستغفار لهم. فلهذا قال وللمؤمنين والمؤمنات. وقوله واستغفر لذنبك أي اطلب من ربك المغفرة لذنبك بأن تفعل الأسباب التي تحصل بها المغفرة من الدعاء بالمغفرة والتوبة النصوح وفعل الحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الخلق والإحسان إليهم، ومن ذلك الاستغفار لهم. فلهذا قال وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا من ثمرات الإيمان، بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة. وإذا كان العبد مأمورا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحا لهم يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشر، ويعفو عن معائبهم ومساويهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق. فإنه بالائتلاف تقل الذنوب وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي. فإنه بالائتلاف تقل الذنوب وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي.
والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم، وما إليه تنتهون وبه تستقرون، فهو المحيط بكم في كل أحوالكم. وهذا فيه التخويف والترغيب من الجزاء على الأعمال حسنها. والله يعلم متقلبكم، أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم، وما إليه تنتهون وبه تستقرون، فهو المحيط بكم في كل أحوالكم. وهذا فيه التخويف والترغيب من الجزاء على الأعمال حسنها وسيئها. ثم قال تعالى: سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحانه لا إله إلا هو، سبحانه لا إله إلا هو، جملة من الأسماء في آخر هذه السورة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، ما العموم، وهو العزيز الحكيم. عدد من الأسماء الحسنى لله عز وجل سمى بها نفسه سبحانه وتعالى. نعم. هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد، فأخبر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل. الإله المألوه، فعل معنى مفعول، يلي تأله القلوب محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما، سبحانه لا إله إلا هو. وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه الشاملة، فهو الإله الحق وما سواه فعبوديته باطلة، لأنه خال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر، ووصف نفسه بالعلم والضر، لأنه خال وما سواه، فهو الإله الحق وما سواه فعبوديته باطلة، لأنه خال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر، ووصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب، وما مضى وما يستقبل، وما هو حاضر، وما في العالم العلوي، وما في العالم السفلي، وما ظهر وما بطن، فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة. ومن كمال علمه وقدرته أن قل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، شامل جميع الأشياء، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب والشهادة ما شوف. نعم. حسنًا. ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات، وما تفرق من أجزائهم، وما تفرق من أجزائهم، وما استحال من حال إلى حال، أحاط علما بذلك على وجه التفصيل، فلا يعجزه إعادتهم للبعث والجزاء. ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرها وملأت الوجود كله. ووصف نفسه بأنه الملك، وهو الذي له الملك التام المطلق، له صفات الملك التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان، وله التصرف المطلق في جميع الممالك، وله التصرف المطلق في جميع الممالك التي لا ينازعها فيه، التي لا ينازعها فيه. تقرأ من أول. والله الذي لا إله إلا هو. أحسن الله إليك.
هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد، فأخبر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه الشاملة، فهو الإله الحق وما سواه فعبوديته باطلة، لأنه خال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر. ووصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب وما مضى وما يستقبل وما هو حاضر وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي وما ظهر وما بطن، فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة. ومن كمال علمه وقدرته داخل في قوله عن الغيب والشهادة، كما نقول إن قسم الرب سبحانه فلا أقسم بما تبصرون أو ما لا تبصرون، أنه أشمل قسم بما تبصرون أو ما لا تبصرون، ونقال عالم الغيب والشهادة يشمل أمور الدنيا والآخرة. ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من أجزاء وما تفرق من أجزائهم وما استحال من حال إلى حال، أحاط علما بذلك على وجه التفصيل، فلا يعجزه إعادتهم للبعث والجزاء. ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم. ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من أجزائهم وما استحال من حال إلى حال، أحاط علما بذلك على وجه التفصيل، فلا يعجز كما قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فلا يعجزه إعادتهم للبعث والجزاء. ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرها وملأت الوجوه وملأت الوجود كله. ووصف نفسه بأنه الملك، وهو الذي له الملك التام المطلق، له صفات الملك التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان، وله التصرف المطلق في جميع الممالك الذي لا ينازعه فيه منازع، والموجودات كلها عبيده وملكه، ليس لهم من الأمر شيء. وأخبر أنه القدوس السلام، أي المقدس المعظم السالم من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله، المؤمن المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات، الذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك، ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال من الجلال والجمال. ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك، ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال. في الحاشية قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى له الأسماء الحسنى ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. قال ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. أنا أحبها ويحب من أحبه ويحب من عباده أن يدعوه بها. ولله الأسماء الحسنى يدعوه بها. العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة والقدرة، فهو القوي المتين، وعزة القهر والغلبة لكل مخلوق، فكلهم نواصيهم بيده وليس لهم من الأمر شيء. وعزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق فلا يعارض ولا يمانع وليس له نديد ولا ضديد. وليس له نديد ولا ضديد. نعم، ليس له نديد ولا ضديد. نعم. أحسن الله عليكم. الجبار الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات. المتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمته وكبريائه. سبحان الله عما يشركون. الجبار يعني يجب القلوب المنكسرين ويقهر المتكبرين. نعم.
سبحان الله الجبار. نعيد. نعم العلو. نعم الجبار. الجبار الجبار الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات. نعم. وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات. نعم الجبار الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات. نعم. واعتلى على الكائنات. هذا العلو. وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات. نعم رحمه الله. المتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمته وكبريائه. المتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمته وكبريائه. سبحان الله عما يشركون. وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره. هو الله الخالق لجميع المخلوقات، البارئ بحكمته ولطفه لجميع البريات، المصور بحسن خلقه لجميع الموجودات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له وهيئ له. فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه، لم يشارك في ذلك مشارك، وهذا من براهين توحيده، وأن من تفرد بالخلق والبرء والتصوير فهو المستحق للعبادة ونهاية الحب وغاية الخضوع. خالق البارئ والمصور، خالق من الخلق والبارئ مصور. فهو المستحق للعبودية ونهاية الحب وغاية الخضوع. سبحانه لا إله إلا هو. له الأسماء الحسنى، وقد ورد في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، يعني أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد الله بها. فهو تعالى الذي له كل اسم حسن وكل صفة جلال وكمال، فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع. يعني أحصى ألفاظها، يعني أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد وعقلها وتعبد الله بها. فهو تعالى الذي له كل اسم حسن وكل صفة جلال وكمال، فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع. يحصي ألفاظها ويتدبرها ويعقلها ويتعبد الله بها ويسأل ويدعوه بها. وهذا الحديث لا يفيد الحصر إن 99 اسما، بل المراد إن 99 موصوف بهذا الوصف: من أحصاها دخل الجنة، أحصاها كما ذكر المؤلف، حفظها تدبرها وسؤال الله بها ومعرفة معانيها، حصار ألفاظها وتدبر معانيها والتعبد لله بها وسؤال الله بها. ليس المراد الحصر، بل أسماء الله كثيرة. دل عليك الحديث: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا بيان أسماء الله، أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده. فإذا أسماء الله كثيرة، قال بعضهم لله 1000 اسم أو أكثر من 1000 اسم، والله أعلم. لكن الحديث دل على أن لله أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى، فدل على أن ليس المراد من الحديث الحصر، ولكن المراد هذا
هذه الأسماء الموصوف بهذا الوصف من أحصاها دخل الجنة. الذي 39 يعني أحصاها وطلبها وبحث عنها واستخرجها من الكتاب والسنة، حفظ ألفاظها وتدبر معانيها وتعبد لله بها وسأل الله ودعا الله بها. نعم. إن الله تعالى يفتح على النبي محامد الله عام كل ما يحمد به سبحانه وتعالى، ليس فيه قال إن الله تعالى محامد في ذلك الموقف، كان يعني هذا المحامد يفتح عليه في ذلك الموقف ولم يبيها عليه الصلاة والسلام. يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، وهو العزيز الحكيم في خلقه وشرعه. يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء وما من شيء لا يسبح بحمده، يسبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز عام الحيوانات والأشجار والجمالات وكل ما يسمى شيئا فهو يسبح الله، كل ما يسمى شيئا فهو يسبح، وإن من شيء لا يسبح، يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. في الحديث النبي قال إني لا أعلم حجرا يسلم علي في مكة وسمع تسبيح الطعام بين يدين النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. أنا إيش لا تعقل؟ الله تعالى يقول ولكن لا تقول وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تقول تسبيحه ولله يسجد ما في السماوات وفي الأرض. قال في الآية في آية النحل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وهم داخرون، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وهم داخرون. هذا سجودها لله. في آية الحج ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والملائكة. نعم. ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات، ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. هذه الآيات كلها تدل على أن الله يسجد له ما في السماوات وفي الأرض والملائكة والجبال والشجر والدواب، وإن من شيء يسبح بحمده تدل على كل شيء يسبح، سبح الله ولكن لا نفقه تسبيحه. نعم. هذه الآيات كلها عامة. نعم. السجود والتسبيح. ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. نعم. جعل الله فيها في جبل أحد، قال لي جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، وقال في الحجارة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. جعل الله فيها، جعل الله خشية. جعل الله فيه في جوف المحبة.
جبل يحبنا ونحبه. الله تعالى جعل فيها ذلك. نعم. لكن هل يقال أنها تعقل أحسن عليكم؟ لأن لأن الله نفى عن الأنعام أنها تعقل. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام؟ يعني نفع عنهم العقل الذي ينفعهم ويحملهم على الإيمان بالله وبرسوله. أحسن الله عليكم. وإن كانت كما قالت لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك لا ينبهم أضل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها يعني ما ينفعهم. وإن كانوا في أمور دنياهم يعلمون أمور دنياهم ويفقهون ويسمعون بها ويبصرون ما يجعلهم يعني يحيون في هذه الدنيا المدة التي كتب الله لهم. حسن الله عليكم. يعني إطلاق العقل على الجمادات كلها هل هو مسوغ الآن؟ نعم. إطلاق العقل على الجمادات كلها يعني أي شيء جماد يسبب بحمده حتى أي شيء أن نقول هي تعقل عقلا خاصا بها؟ نعم خاص. وما ورد من أحد أنه خاص بهذا يحبنا ونحبه أن هذا أمر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره خلافه. هذا هو الظاهر. نعم. لكنها يا جمالات ليس معها عقل تكلف به من عقل له مؤدب. نعم عقل يتكلف به كعقول بني آدم هذا منفي عنها. هذا هو الظاهر. نعم لا شك. كيف يسبحون وهم لا يعقلون خالقهم؟ يسبحون خالقهم يعني وإن من شيء لا يسبحون بحمدك يسبحون بحمد ربهم وهم لا يعقلون يعقلون. أعطاهم الله العقل والعلم. نعم. أحسن الله عليكم. وهو العزيز الحكيم في خلقه وشرعه. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. ثم بعدها الكلام على سورة الإخلاص. لا نقف على هذا. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى الله على محمد. نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل أن يثبت قلوبنا على طاعته. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقوى. نسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه. نسأل الله حسن الختام. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول وأن يثبت الجميع على الهدى وأن يختم لنا بالحسنى وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر وما بطن. ونسأل الله أن يصلح القلوب والأعمال والنيات وأن يصلح أمور المسلمين وأن يصلح ولاة المسلمين وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يثبتنا على دينه القويم وصراطه المستقيم غير مغيرين ولا مبدلين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.